أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال نهار اليوم بإذن الله، حيث تدريجيا تتأثر المملكة بأجواء غير مستقرة وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار في العديد من مناطق المملكة خلال ساعات ما بعد الظهر وخلال ساعات المساء بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار خلال ساعات مساء يوم الأربعاء 18 درجة مئوية فقط كحرارة عظمى، الملموسة 17، الرطوبة 67%، أما الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلات السرعة. ننتقل الآن وإياكم لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة نهار اليوم لباقي مناطق المملكة. نبدأها شمالا، إربد غائم جزئي مع فرصة زخات من الأمطار 21 إلى 13، عجلون 19 إلى 12، جرش 21 إلى 12، أما المفرق 20 إلى 11 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة عمان 18 إلى 11 مع فرصة لزخات من الأمطار خلال ساعات المساء، الزرقاء 21 إلى 12، البلقاء 19 إلى 12، مأدبة 19 إلى 9، والبحر الميت 25 إلى 18. المنطقة الجنوبية نبدأها بالكرك 17 إلى 8 مع فرصة لزخات من الأمطار، الطفيلة أيضا فرصة لزخات من الأمطار 19 إلى 8، الشوبك 17 إلى 6، معان 19 إلى 7، والعقبة 26 إلى 13 درجة مئوية. ننتقل للمنطقة الشرقية، الأزرق 22 إلى 11، الصفاوي 20 إلى 11، أما الرويشد طقس غائم جزئي 22 إلى 10 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.